لو كنا جعت خير صحتك مع زمن. بالحلقة السابقة تكلمنا عن مرض السكري، تكلمنا قبلها عن فيروس كورونا، لكن اليوم موضوعنا يتعلق بالغدة الدرقية. أكو هواي بيكم سامعين فلان عنده غدة، أو بالأحرى أكثر من عندهم اللي سامعين فلان عنده غدة، لأنه أمراض الغدة الدرقية أكثر بالنساء. فصديقتك اللي عنده غدة شنو السالفة؟ أكيد تحبين تعرفين. فخلينا نسولف على موضوع الغدة الدرقية. أمراض الغدة الدرقية تتنوع حسب أسبابها، وتتنوع حسب كمية الإفراز. يعني شلون؟ الغدة الدرقية تفرز هرمون اسمه الثايروكسين، هذا ممكن يصير بيه زيادة، والناس يصير عندهم زيادة بإفراز هرمون ثايروكسين، وعادة الناس يقول على تضخم الغدة الدرقية، أو ممكن يصير عندهم ضعف أو قلة في إفراز هرمون ثايروكسين، والناس تسميها هبوط الغدة الدرقية. ولكن تضخم الغدة الدرقية أحيانا يكون بس تضخم بالشكل، بس نسبة الإفراز طبيعية. يعني قد يكون شوية يصير لبس بالموضوع نتيجة تشابه التسميات. ولكن شنو الأعراض اللي تظهر على الشخص اللي تخلينا نشك عنده مشكلة الغدة الدرقية؟ خلينا نبدأ نحكي على زيادة إفراز هرمون الثايروكسين أو تضخم الغدة الدرقية. أهم أعراض يصاحب هذا الشيء أنه أكو زيادة بالأكل، يعني الشخص يحسه يأكل ولكن ينخفض وزنه، وزنه ضعيف. الشغلة الثانية أنه أكو عدم تحمل للجو الحار. يعني شلون؟ يعني بالحر تحسه هلكان، ما دا يقدر يتحمل أكثر من الطبيعي. طبعا بالعراق درجة الحرارة تصير كلش عالية بالصيف، فتشوف الكل محترم، ولكن إذا شفنا واحد أكثر من الطبيعي ممكن نشك بهذا الموضوع. بس الأهم من هذا هو تأثيره خلال فترة البرد. شوف الناس بردانين ومتغطاين ومتلفلفين 100 بطانية، ولكن أخونا بالله أو أختنا تطلع وتقول الدنيا حارة. هذا الموضوع يخلينا نهتم بهذا الموضوع، خصوصا إذا لاحظنا أنه هي تفقد الوزن مع العلم إذا تأكل بشكل طبيعي. لأن الشغلات مهم أنه واحد يتأكد من عندها من مستوى هرمون الثايروكسين. ولكن أيضا الحالة الأخرى اللي هي حالة هبوط الغدة الدرقية. الهبوط وانخفاض مستويات إفراز هرمون الغدة الدرقية يسبب العكس. شو راح يصير؟ راح يصير انه فلانة وزنها دا يزيد مع العلم اكلها ما زايد، او تسوي الرجيم والرجيم ما يفيد وزنك دا يزيد. اكو احتمال يكون نتيجة هبوط هرمون الثايروكسين. بعد شنو؟ انه 24 ساعة بردانة، يوم عودة عدلي بدلي بردانة، تتلفلف وهاي بردانة يصيب وياها قلة حركة. لان الشغلات ممكن تأثر. طبعا هرمون الثايروكسين ايضا يأثر على القلب. شلون؟ انه زيادة ما تزيد سرعة دقات القلب، لانه كل شيء يصير واحد دا يحرق. ماكو هاي الفكرة والمصطلح، خلوا ببالكم واحد دا يحرق، هذا اللي يحرق شيكو عنده هرمون ثايروكسين. ماكو واحد بارد، هذا اللي بارد واللي بردان واللي يقل عند دقات القلب همات نتأكد من الثايروكسين. دورات ارتفاع هرمون ثايروكسين يسبب عدم انتظام دقات القلب، مو بس سرعة زيادة، سرعة عدم انتظام، وهذا ممكن يسوي حالة يسموها الأيتريال فيبريليشن، اللي هي عدم انتظام دقات الأذين القلبي وارتجاف الأذين، اللي قسم منكم سامعين بها، اللي هي مسألة كل شائعة. قد تكون نتيجة هرمون الغدة الدرقية ولا أو لا، فلازم الناس اللي عندهم ارتجاف الأذين يتأكد من مستوى هرمونات الغدة الدرقية. زين، والحل؟ الحلول متعددة. إذا أكو هبوط بمستوى إفراز الثايروكسين أو هرمون الغدة الدرقية، يأخذون علاج، يأخذون الهرمون بشكل حبوب، تتحسن الأمور. وراح نرجع على مسألة مهمة، شلون نعرف أنه الهرمون اللي بدنا نعطيه بشكل كافي. أما إذا لا أكو زيادة بالهرمون، فنعطيهم أدوية تسد أو تغلق تأثيرات هرمون الغدة الدرقية، أيضا ينطى هذا العلاج. شلون نعرف أنه العلاج اللي نعطيه كافي ومفيد؟ نسوي تحليلات هرمونات الغدة بعد العلاج، ولكن من المهم أنه ما نسويها بشكل سريع. ليش؟ لأنه هذا الأدوية تأخذ وقت حتى تشتغل، و
ولذلك التنظيم يأخذ وقت. يعني شيء يصير المريض يأخذ علاج وبعد شهر أو شهرين يسووا له تحليل ويشوفون هل الكمية كافية، هل هي أكثر من اللازم أقل من اللازم، ويصير تغيير للعلاج، وبعدين هماتي ورا شهرين ينعاد التحليل، وهكذا إلى أن يستقر المريض على جرعة مناسبة. هذني مواضيع مهمة، دورات المريض يروح للطبيب وياخذ علاج ويحس روحه ما تحسن وبعد ما يرجع لهذا الطبيب، بس هو مو صوت هذا الطبيب. ليش؟ هذه حالات مزمنة تحتاج فترة طويلة من العلاج، وتنظيم العلاج يأخذ وقت، ما يقدر الطبيب يغير بيه بشكل مفاجئ ويوصل لنتائج سحرية. تطول، تحتاج تعاون بين الطبيب والمريض، والمريض يروح بشكل شهري أو مرة كل شهرين للطبيب حتى يشوف المستويات هل هي صحيحة أو لا، إلى أن يتم الاستقرار على جرعة علاجية. كان معكم دكتور زمن الخفاف، وقويانا بالمواضيع الجاية.